في جانب آخر، واليوم وفي برنامج إرسال في ظهيرة هذا اليوم، البرنامج اليومي الذي يتابع الصحافة مع الزملاء ماجد التويدري وعلي الشهري وبندر الشهري. في حلقة اليوم تداخل منسق الفني لنادي النصر الكابتن علي كميح، كان له حديث فتح الأبواب في كل اتجاه. نتابع ملخص لحديث الكابتن علي كميح. يقول لك، يوجه لك رسالة عبر الشرق الأوسط، يقول لك ترى انتهى زمن خذوهم بالصوت، وترى جلال فوق الشبهات. أول شيء طبعا أحب يعني أسلم عليك، وأتمنى إن شاء الله يكون موسم يعني إن شاء الله يعني ثري، سواء على مستوى التحكيم المحلي وعلى حتى مستوى الأداء اللاعبين والدوري. نعم. أول شيء طبعا الشبهات أنا ما تطرقت لها في تصريحي، إلا إذا كان الأستاذ إبراهيم لديه حساسية من كحكم وزملاء الحكام من هالعبارة هذه. طبعا أنا ما عندي، أنا ما ذكرتها، هو اللي نعم. ذكرها. نعم. صدق لي جلال، انا طبعا ما انكر انه حكم متميز ولا حكم دولي، ولكنه كان في مباراتنا اخوي ماجد يعني نعم. كان شوي متوتر، وكان طول وقته مشغل نفسه بدكه البدلاء مع الحكم المساعد بالمايك، هو الحكم الرابع، وكانت واضحه لنا احنا كجالسين على دكه البدلاء. نعم. لكن كنت اتمنى انه الاستاذ ابراهيم يتكلم عن حق النصر في ضربه جزاء في الدقيقه 74. نعم. المفروض يقول انه هذه كانت خطا واضح، ومفروض احنا نكررها. ايضا مداخله عمر عبد العزيز مع فلاته، وحادثه مشابهه بالصوت والصوره واللقطه لحادثه طرد عبده حكمي امام شقيقنا، امام شقيق نادي الفيصلي في المباراه السابقه. نعم. اعطيك مثال بسيط، واتمنى ان الاستاذ ابراهيم يرد عليه. نعم. بجراءه كما يرد يعني على النصراويين. اذا تكلم نصراوي وجدت انه اغلب الزملاء والاخوان رؤساء اللجان يعني يتحدثون بقوه، وكانه فريق النصر يعني حياته قصيره يعني. نعم. وهذا ما اتمنى لا يكون موجود في اللجان. اذا كان شقيقنا فريق نادي التعاون ما له ضربه جزاء في الدقيقه 91 في حادثه بدر الخميس امام شقيقنا نادي الهلال، فعليه ان يطرد بدر الخميس. نعم. صح ولا لا؟ طيب. لان عنده كرت اصفر. فالحادثه هذه ليه ما علق عليها الاستاذ ابراهيم العمر؟ انا اقدر واحيي في الاستاذ ابراهيم جراءته وثقته في نفسه عندما تحدث شخص نصراوي. أتمنى أن يكون هذا الموضوع مشابه له في أي حادثة قادمة. هذا رقم واحد. نعم. رقم اثنين، إذا ثبت أن النصر ليس له ضربة جزاء في مباراتنا مع شقيقنا فريق نادي الفيصلي، أو ما في أخطاء أثرت على سير المباراة، أنا أعتذر له وأعتذر للأخوان الباقين، وأتمنى أن الحكام يأخذون حقهم كما يأخذ حقهم الآخر. لكن أنا هني إبراهيم يعني على استعجاله في الرد على احد منسوبي نادي النصر. طيب ابو تركي، بس هو يدعوك، ما جرحت فيهم، بندر بيتكلم معك، بس انا بكمل الناحيه دي. هو يدعوك الى حضور الاجتماع يوم الثلاثاء، بتحضر بعد القادم، وتحضر وتقول لهم هذه الاخطاء اللي ارتكبتوها في حق النصر، تحضر ولا لا؟ طبعا عندي استعداد، يعني طيب. لي الشرف ان اكون مع زملائي واخواني الحكام، لي الشرف ان اتوجه الدعوه لنا احنا كرياضيين. هذه شفافيه جميله جدا من اللجنه. جميل. بنناقش فيها ضعف تحرك الحكام لياقيا، عدم تناغمهم مع حكام داخل الملعب. جميل. اهتمامهم في دكه البدلاء في كل مباراه، كان المباراه يعني تصور انت حكم دولي زي خليل جلال يا ماجد. نعم. يكون طول المباراه مشغول في دكه بدلاء، معناته مو مركز في المباراه. طيب الناحيه الثانيه، هذه النصيحه اللي اقول مباراتنا مع الاهلي يا ماجد. بدر الشمراني كان طول الوقت، يمكن حتى الرايه بغت تطيح منه يوم ضربه الجزاء، وفيكتور يربي كره في وجهه ما استدعى الحكم وقال له في مخالفه. طيب ابو تركي، هو يقول لك ايضا من الخلف زي ضربه شقيق لاعب الهلال ايمانه. نعم. وطرد على ضوءها لاعب فريق نادي الهلال ايمانه، وما حرك ساكن بدر الشمراني. طيب ابو تركي، هو بالتاكيد اداره فريق كره القدم مثلا في اخي الاستاذ سامي القريني، وانا موجود كمنسق فني واعضاء مجلس اداره، وحتى احنا بنتعامل مع الموضوع فيما يخدم الفريق، وحنعالجها. قوموا على قضاء حوائجكم بالكتمان مش في الاعلام. لكن ايضا انا شخصيا متاكد انه الاعلام لازم يعني حادثه الكابتن حسن معاذ مع لاعب نادي القادسيه الجزائري، ليش الاعلام ما وانتم ما عرضتوها ولا ضخمت زي حادثه حسين عبد الغني؟ نعم. يعني قدام الله وخلقه، مع تقديري للاعب حسن معاذ، يعني على قولتهم يعني صفعه لاذعه، وكانت موجوده في قدام الاخرين، ما ضخمها الاعلام.